على ضفاف الثقافة والفنون يتجدد الموعد على شاشاتكم العرب 2. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في حلقة هذا الأربعاء التي ترافقني فيها رانيا دريدي. مساء النور. مساء النور خالد، وتحية لكل المشاهدين. يتجدد موعدنا في ضفاف، ونواكب كالعادة مواضيع ثقافية وأدبية وفنية على امتداد الوطن العربي. والبداية كالعادة بالعناوين. بنالية البندقية، معالجات فنية للواقع الهش وقضايا الهجرة والبيئة. صدور ترجمة عربية لرواية شعر المجعد، رواية إفريقية عن النساء والهوية والوطن. ملتقى الموسيقى الكلاسيكية في الجزائر، إضاءة على مساهمات الفنان عبد الكريم دالي. أهلا بكم. منذ تأسيسه عام 1894 بهدف عرض الفن المعاصر من جميع أنحاء العالم، أصبح بنالية البندقية مكانا يستقطب الفنانين والقيمين وجامعي التحف وغيرهم من المهتمين بالفنون لاكتشاف التيارات الفنية والمواضيع الراهنة ومحاولة التكهن باتجاهات الفن المستقبلية. يعني بكل تأكيد رانيا، عندما نتحدث عن بنالية البندقية فنحن نتحدث عن مظلة فكرية للعديد من الفنانين التشكيليين حول العالم. 60 نسخة بعد 130 سنة، وما زال البنالية مشاهدينا الكرام مساحة للتفاعل الفني والإنساني. فكرة عن هذه النسخة في هذا التقرير. افتتح المعرض الفني الدولي 60 بنالية البندقية في 20 أبريل الماضي، ويتواصل إلى 24 نوفمبر المقبل، ويشرف عليه القيم البرازيلي أدريانو بيدروسا. ما يميز النسخة الجارية من المعرض الذي يقام كل سنتين هو توسيع الأنشطة البيئية في ضوء المبادئ المعترف بها والموحدة للاستدامة البيئية. كما يشارك في هذه الدورة فنانون لم تسبق لهم المشاركة في الفعاليات المباشرة للبينالي. أما على المستوى الإفريقي، تسجل الدول الإفريقية حضوراً لافتاً ب 12 بلداً، فيما تدخل إثيوبيا البندقية لأول مرة في تاريخها. وقد سبق انطلاق هذه النسخة من البينالي عريضة لتحالف الفن ليس الإبادة الجماعية، تدعو لاستبعاد إسرائيل من البينالي لأنه من غير المقبول أن يتم تمثيل الفن في فعالية ثقافية دولية من دولة ترتكب حالياً فظائع في قطاع غزة المحاصر حسب نص العريضة. هذه الدورة حملت شعار غرباء في كل مكان، وهو مستمد من سلسلة من الأعمال التي بدأت في عام 2004 من قبل مجموعة كلير فونتين المولودة في باريس ومقرها باليرمو الإيطالية. وتأتي هذه العبارة بدورها من اسم مجموعة تورينو التي حاربت العنصرية وكراهية الأجانب في إيطاليا في أوائل العقد الأول من القرن 21. وحول الشعار يقول قيم المعرض أدريانو بيدروسا: أينما ذهبت وأينما كنت ستواجه دائما أجانب، هم نحن موجودون في كل مكان. ثانيا، بغض النظر عن المكان الذي تجد نفسك فيه فأنت دائما أجنبي حقا وفي أعماقك. وسيتمتع الفنانون من السكان الأصليين بحضور رمزي، حيث ستقوم مجموعة مهكو الجماعية من البرازيل برسم لوحة جدارية ضخمة على واجهة المبنى. وفي كورديري، حيث ستقدم مجموعة ماتاهو نيوزيلندا عرض تركيب واسع النطاق في الغرفة الأولى. وعربياً، يحضر 40 فناناً في الدورة الجديدة لبنالي البندقية التي تضم أكثر من 330 فناناً من العالم أجمع، ويقدمون تجاربهم المتعددة الأساليب والآفاق. بعضهم يحضر بدعوات فردية وبعضهم من خلال الأجنحة الوطنية. في هذا الملتقى خالد، هذا الملتقى العالمي للفنون، تشارك دول عربية عديدة بمساحات رسمية ومساهمات عشرات الفنانين العرب، من ضمن الآخرين من كافة
أرجائي المعمورة. ومن بين الدول العربية المشاركة رانيا في هذه الفعالية نجد لبنان، حيث تولت في هذا الصدد الجمعية اللبنانية للفنون البصرية مشاهدينا، يعني برعاية من وزارة الثقافة اللبنانية، تولى تنظيم الجناح اللبناني في المعرض العالمي للفن المعاصر بالبندقية. وتشرف الفنانة منيرة الصلح على هذه المشاركة اللبنانية بعمل تجهيزي تستعيد فيه أسطورة أوروبا الفينيقية بالتركيز على كون المرأة هي مصدر القوة. ومن بيروت تنضم إلينا الفنانة منيرة الصلح. أهلا ومرحبا بك سيدة منيرة. مشروعك الفني استنجد بالتاريخ، يبحث قضايا معاصرة مثل ملف المساواة بين المرأة والرجل. ما هي تفاصيل هذا المشروع وما الذي يشاهده زائر الجناح اللبناني في البندقية؟ نعم، شكرا لاستضافتكم إلي أولا. بالحقيقة هو المشروع بلشت فيه بشباط تقريبا بالسنة 2023، كان في حاجة لإعادة النظر بتاريخنا القديم بطريقة حتى نقدر، أو شخصيا أقدر استوعب اللي عم بيصير حاليا ببلادنا. بتعرفوا أنه لبنان عم بيمرق بأزمات صعبة، ومثلا من كان الانفجار 4 آب أو الأزمة الاقتصادية أو أمور تانية عم نمرق فيها وما زلنا عم نمرق فيها. فكان في شعور أنه طيب ليش ما بنرجع بنحكي مع هول الحضارات القديمة، بنستفيد من قصصهم، نفهم شو كان عم بيصير بوقتها. أنا ركزت شوي على العصر البرونز وعصر الحديد والانتقال بين هالعصرين، وحسيت أنه في كتير نقاط تشابه مع اللي عم بيصير حالياً في بلادنا وفي العالم كله. فهيك بلشت أول شيء يعني محور الاهتمام تبعي، وبعدين بلشت أرجع أقرأ عن الأساطير. والأساطير هي حكاية ما بنعرف إذا حقيقية أو لا، ويمكن هيدا أحلى شيء فيها، أنه حتى ما بنعرف عن جد إذا صارت وبأي وقت صارت. يمكن تسأل الناس من يعني من الساينتيفيك فيلد مش رح يصدقوا فيها، بس أنا توقفت عند الأساطير يلي من نحن وصغار بنتعلمهم، وبنفس الوقت حبيت فتش عن أساطير يمكن كانت منسية شوي، وتوقفت عند أسطورة أوروبا يلي هي إذا بدك أسطورة كتير معروفة بس شوي كأنه انتست بمحل. فهي حسب الأسطورة بيقولوا أنه في أميرة فينيقية، في بعض الأحيان بيقولوا أصلا من سور، في بعض الأحيان بيقولوا أصلا من صيدا وإلى آخره. وهي زوس تنكر بتور أبيض، شافها من السماء، انعجب فيها، تنكر بتور ونزل على الأرض وحاول يستذبها، وشوي شوي وسقت فيه، وبعدين خطفها على ظهره، أخذها على كريت على اليونان، على تاني ميلة إذا بدك من البحر الأبيض المتوسط. اسم أوروبا أروب بيقولوا بالفينيقي أصله، أنا ذكرني بالغروب كمان. وبمحل في وحدة من التفسيرات بتقول أنه الاسم يعني الغروب، بينما خيا قدموس هو المعروف اللي نشر الحرف الفينيقي على اليونان بيقولوا أنه اسمه معناته شروق الشمس. ففي كتير هيك معاني إذا بدك حتى جيوبوليتيكية كتير، يعني إذا بدك اليوم مع الواقع وكل شيء عم بيصير بعدها كتير بتحسيها مهمة. بالنسبة لي أنا كامرأة كان كتير ضروري أن أقلب هيدي الصورة، لأنه إذا بدك أسطورة أوروبا منشوفها كتير مجسدة مرسومة بلوحات لفنانين مستشرقين، عطول منشوف المرأة الضحية بهيك شال عم بتير وهي مش كأنه مش قادرة تتحكم بمصيرها، والتور زوس أخدها لعكريت. لكن أنا حبيت أرسمها وأعمل فيديو وكمان أعمل، وأنت جعلتي من المرأة مصدر قوة في هذه الأسطورة أو في هذا العمل، بس بقلب القصة تبعي هي اللي بتحمله. وهذا هو المميز يعني في هذا المشروع الطموح لمنيرة الصلح، أنه هي مصدر القوة. هذا يدفعنا إلى سؤال أعمق، يعني هل هناك توظيف
يعني توظيف ما لبحث قضايا الهوية في هذا المشروع؟ نتساءل منيرة الصلح. يعني هلأ كل شيء بنعمله نحن هو أسئلة الهوية موجودة بقلبه. نحن بالنسبة لي كتير مهم أنه يعني أنا كشخص إنسان خلقت بلبنان وربيت ضمن الحرب الأهلية هون، وما بعد الحرب كنا عم نشوف كتير كيف عم يرجعوا يبحبشوا بالأثار ويكتبوا عنه ويطلعوا أشياء ما كانت معروفة من قبل. فبالنسبة لنا نحن اللي ربينا وترعرعنا هون، بعتقد كل هالحضارات هي جزء من هويتنا. فبعتقد هذا الشيء كتير بيغني الإنسان، أنه رغم كل الحروب والظروف يعني كل هالحضارات والثقافات اللي هي عبر العصور مرقنا فيها هي جزء من هويتنا. هلأ هاي القصة بالتحديد كتبوها الإغريق، بيقولوا مثلاً يمكن شي 100 سنة بعد ما يمكن كانت حصلت، وبعدين منشوفها بالمتحف الوطني بلبنان كموزايك رومانية، يعني حتى أيام الرومان رجعوا استعادوا قصص أقدم وإلى آخره. بعدين منشوفها بلوحات فنانين مستشرقين مثل ما قلت، والقصة بتكمل. فبالنسبة إلي أنا كأنه عم برجع أخذها لإلي، لهويتي كامرأة لبنانية متعددة الهويات. فمن هالمنظار يعني حبيت أرجع أشتغل بهالقصة. طيب سيدة منيرة، البينالي اعتمد شعار غرباء في كل مكان، ما مدى حضور معاني هذا الشعار في عملك رقصة من حكاياتها؟ صحيح، بعتقد نحن مثل ما يعني المقدمة عن المعرض غرباء في كل مكان، بيقول بيدروزا فيها شو من وين جاية هيدي الفكرة. بعتقد نحن كأفراد في لبنان منحس بهالشعور أكيد من دون شك، وبنفس الوقت العمل الفني إذا بدك يعني بيمس بفكرة أنه الفرد اللبناني قديش عم بيعاني ومضطر يروح لبرا مشان يقدر يدبر حاله يعيش وإلى آخره. من هالباب كمان نحن كلبنانيين غرباء في كل مكان، وبنفس الوقت نحن يمكن أوقات ببلادنا نفسها غرباء في بلادنا حتى. بعتقد كل إنسان بيمرق بمراحل بحس حاله غريب في بيته حتى، وغريب إذا ظهر اضطر يظهر لبرا. من هالفكرة كانت انطلقت كمان إذا بدك فكرة المعرض عن بيدروزا، بس كمان هو بيروح فيها طبعا لأبعد، وأكيد العمل الفني اللي أنا لكن بالحديث عن هذا السياق إذا بدك بطريقة مباشرة أوروبا. نعم أوروبا إذا بدك هي يعني وقت خطفها زوس راحت كغريبة على كريت، صح؟ واضطرت تبلش كغريبة حياتها من الصفر. وأنا برأيي بأوقات حتى الغريب في كل مكان عنده طاقة بتقويه، يمكن يصير أقوى من اللي حاسس حاله مش غريب. لأنه كمان كتير أوقات نحن كلبنانيين أو كغير لبنانيين بس نضطر نروح على المهجر ونشتغل، بدنا نرجع نبلش من الصفر، وأوقات هالشي بيضطر يخلينا أقوى. وأنا عم بحس هالشي شعار هذا شعار غرباء في كل مكان، له ما له وعليه ما عليه، هذا يدفعنا إلى سؤال يدفعنا لسؤال آخر أعمق ربما. يعني شعار البينالي إلى أي مدى برأيك منيرة الصلح يمكن أن يتسع لتأويلات سياسية أو ثقافية؟ يعني كأنه مرآة لواقع العالم في اللحظة الراهنة. صحيح 100%. بعتقد مع كل شيء عم يصير بالعالم كله من وقت 7 أكتوبر والأشياء اللي عم بتصير بغزة، ويعني كل الناس حاسين حالهم غرباء في هذا الكوكب يلي أصلا يعني مفروض نحن نكون كبشر على هالأرض نوقف إيد بإيد حتى نهتم بالطبيعة بالتغير المناخ وإلى آخره، وبدل ما نعمل هيك يعني في حروب والناس عم بتموت الأطفال والأبرياء. فبعتقد نحن مرئين بزمن غريب جدا ومؤلم، ويعني نتمنى أن يعني
ما بعرف شو بده يصير. طيب سيدة منيرة، يعني كفنانة عربية هل يمكن أن يمثل يعني نتمنى بينالي أن الظروف تتحسن مساحة استثنائية للفنان العربي بأن يخرج إلى فضاء أرحب للتعبير عن القضايا الراهنة وخاصة هنا القضية الفلسطينية كما ذكرتها؟ نعم، الملفت في هذه البيانال انه مثلا الفنانه ساميه حلبي اللي هي فلسطينيه حاليا عايشه بامريكا اخذت جائزه تكريم، وهيدا الشيء كثير يعني بيشرفنا وبيسعدنا كفنانين عرب وكثير فنانين حول العالم. بالنسبه لنا كان هيدي اذا بدك مثل وردة المعرض أو الشيء اللي خلانا نحس بأمل أنه هيك فنانة هالقد شغلة مهم تكرمت بفينيس. فمن هيدا المحل بعتقد هيدا المعرض كان كريم ومحب للفنانين العرب، وبالأخص فنانة امرأة مثل سامية حلبي وبقيمتها. كان صار وقت أنه الناس تلتفت وتهتم وتعرف أهمية شغلها. نعم. أنا حسيت حالي كفنانة مشاركة بهالمعرض كتير يعني كان مهم، بالأخص أنه في هيك نظرة وفي هيك تكريم كان. شكرا لك الفنانة منيرة الصلح، كنت معنا من بيروت. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، ونحييك على هذا المشروع الطموح. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من ضفاف، نعود لكم بعد فاصل قصير كما تقول رانيا، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. سجل القرن 21 طفرة كبيرة في مجال الأدب النسائي بالقارة الإفريقية، وبرزت على الساحة الأدبية أسماء كبيرة لروائيات تركنا بصمتهن في الأدب الإفريقي بشكل عام. رانيا، صحيح، كما ظهرت في الآونة الأخيرة أعمال أدبية متفردة وفي مواضيعها وطريقة سردها أيضا، ومن بين هذه الأعمال رواية قصيرة جديدة بعنوان شعري المجعد للكاتبة الأنغولية جاميليا بيراري دي ألميدا، وترجمتها إلى اللغة العربية فاطمة محمدة. عنوان مثير وجذاب ومميز رانيا، شعري المجعد. تتناول الكاتبة مشاهدينا في روايتها هذه تتناول مواضيع تمس الهوية والغربة والوطن وعلاقتها بموطنها الإفريقي، لكن بنفس ساخر وتهكمي في الوقت ذاته، وبمعالجة مختلفة عما اعتدناه نحن في غالبية الأعمال الأدبية. نعم، والحديث أكثر عن هذا العمل يسعدنا أن تنضم إلينا من القاهرة الكاتبة والناقدة لنا عبد الرحمن. أهلا بك معنا ضيفة على برنامج ضفاف. رواية شعري المجعد يمكن اعتبارها عملا مختلفا يتخذ من المظهر الجسماني مدخلا ومصدر إلهام للكاتبة للحديث عن ربما عن ذاتها والهوية والوطن. لو تقربين أكثر من هذا العمل انطلاقا من عنوانه المثير شيئا ما. مساء الخير، شكرا على الاستضافة للحديث عن هذه الرواية اللافتة حقا والتي تحمل طبقات أعمق مما تبدو. إذا كانت العنوان الرئيسي هو الحديث عن الشعر المجعد، فهي تأخذ من الشعر منطلقا بسيطا للانطلاق إلى قضايا أكثر عمقا ترتبط بالهوية، هويتها كفتاة تجمع ما بين عرقين هو البرتغال وإفريقيا من ناحية جدتها لأمها، وكيف يصير شعرها هو الهاجس اليومي الذي تعاني منه، يتحول إلى ثقل وإلى كابوس في حياتها، لدرجة أنها تقول جملة خلال الرواية: أعاني من بارانويا من شعري ومن كوني امرأة. فلك أن تتخيلي أن تحمل هذا الشعور الثقيل من أنها تحمل شعرا مجعدا. تعرفين أن كثير من الروايات تتناول فكرة اللون والجسد وعلاقة المرأة مع جسدها،
ومع شكل الجسد إلى أي مدى هو مثالي أم لا، ولون بشرتها أيضا. ولكن لم تتوقف كثير من الروايات أمام فكرة الشعر، لأن الشعر في النتيجة أيضا معبر، يعتبر معبرا عن الهوية. الشعر يصرح الكثير عن هوية الإنسان. طبعا الشعر المجعد له تفاصيل أخرى ويعبر عن تقاسيم هوية معينة. في هذا الصدد أستاذة لنا، إلى أي مدى عبرت هذه الرواية والتي هي على شكل يوميات، إلى أي مدى عبرت عن رؤية مغايرة للعديد من القضايا ذات البعد الإنساني المشترك، خصوصا إذا تحدثنا هنا يعني فيما يتعلق بما هو نسائي، إلى أي مدى برأيك؟ هي الكاتبة جاميلا أرادت من هذه الرواية نقد الفكر السائد والتقليدي عن فكرة الشعر. يعني الفكرة المصدرة عالميا على مستوى العالم حول فكرة شعر المرأة والشعر الناعم المسترسل، وهو هذا يحاكي النموذج الأوروبي الذي صدر إلى العالم من دور الأزياء وصالونات التجميل. تأتي جاميلا لترفض هذه الصورة، تقول للعالم أن هناك نساء لا ينتمين إلى هذا النوع ومن حقهن أن يكون على طبيعتهن. فالرواية المكتوبة بحس ساخر كما ذكرت هي يعني صرخة في وجه العالم، هي صرخة هادئة تريد من خلالها أن تقول نحن أيضا لدينا هويتنا، لدينا خصوصيتنا الثقافية، لدينا جذورنا، لدينا ما نود أن نعبر عنه بطريقتنا الخاصة. ليس من الضروري أن نكون خاضعين للمثال، ولكن هل بالضروري أن تكون الرسمي النموذجي للجمال؟ أستاذة لنا، هل بالضروري أن تكون هذه صرخة كما تقولين؟ لأنه الشعر المجعد عندما نتحدث عن التفاصيل والملامح والقسمات الإفريقية هو إبراز للهوية للتجليات. نلاحظ أيضا، لست أدري إذا كانت رانيا تقاسمني يعني الحديثة والفكرة، يعني انتشار حتى صالونات مخصصة للضفائر على الطريقة الإفريقية، إبراز الهوية منتشرة في كل قارات العالم. المفارقة في الرواية أن هناك حالة من التنمر طوال الوقت البطلة ميلا تتعرض لها. يعني التنمر هذا يأتي من العائلة، وهذه هي المفارقة الطريفة في الأمر، أنها تسمع لملاحظات من جدتها، من خالتها، من جاراتها: متى ستعالجين شعرك؟ متى ستتخلصين من كل هذه التجعدات والذؤابات التي يتميز بها شعرك؟ فهي واضح أنها يعني التنمر هذا الذي حملته منذ 9 من عمرها ظهر في مخزون كبير في هذه الرواية. يعني كما أنت ذكرت الآن أن هناك صالونات تجميل ظهرت الآن لتقليد الشعر الإفريقي، وظهرت أيضا دعوات للمرأة للمحافظة على شعرها الطبيعي. يعني فهي الرواية تعتبر محاكاة لهذه الأصوات اللي تدعو المرأة لأن تكون على طبيعتها، سواء في الجسد، في الشعر، في لون البشرة. طيب برأيك يعني لماذا تبرز الكاتبات الإفريقيات تحديدا في إحياء الأدب الإفريقي عبر طرح أساليب وتوجهات روائية جديدة ومبدعة؟ لماذا برأيك؟ في النتيجة إنه الكاتبات الأفريقيات يقدمنا نموذج ثقافي، يعني يعبرنا عن هوية ثقافية مختلفة، يعني لها خصوصيتها. وهي كل كاتبة تأتي من مجتمع مختلف أو مغلق إلى حد ما، هي تأتي لتتكلم عما يوجد في هذا المجتمع. يعني هذه الرواية مثلا على مدار الرواية هي تحكي عن الأوشحة، عن ألوان الأوشحة التي تضعها على شعرها، عن طرق العناية بالشعر، عن اسمها الأشرطة التي تضعها حول شعرها. هذا يحدث ثقافيا، وهذا نجده في معظم الأعمال الروائية التي تتناول المجتمعات النسائية التي لا نعرف عنها الكثير. هذه الرواية أستاذة لنا عبد الرحمن نقلت لنا الصورة النمطية عن المرأة الإفريقية والمجتمعات الإفريقية، وحتى يعني صورتها لدى الآخر. هل يمكن لمثل هذه الروايات برأيك، وأنت الكاتبة والناقدة، هل يمكن لها أن تسهم في كسر وتبديل الصورة النمطية؟ يعني إلى أي حد إذا كان هذا واردا؟ بالتأكيد. يعني رسالة الأدب دائما هي كسر الصورة النمطية
حول كل الأشياء، وهذا ما فعله الأدب على والرواية تحديدا على مدار عقود. الرواية دائما تحمل دعوة للتصالح، للتصالح مع الأشياء التي تبدو تؤرقنا على مستوى الأفكار، على مستوى الجسد، على مستوى العادات، على مستوى التقاليد. وأنت تعرف أن فكرة الشعر بالنسبة للمرأة تحديدا هي فكرة ملتصقة بها، وليس هناك من امرأة يعني لا تهتم بفكرة علاقتها مع شعرها. أبعد من هذا، يعني فكرة الشعر هي فكرة ثقافية أيضا، يعني على مستوى العالم كله. فالرواية دائما هي يعني في تناولها لفكرة علاقة المرأة مع جسدها، علاقة المرأة مع شعرها، تحمل تكسيرا للتابوهات بشكل أو بآخر. مهم جدا أن نقف على هذه التجليات التي يعني فصلت فيها الأستاذ الكاتب والناقد لنا عبد الرحمن في هذه المداخلة لبرنامج ضفاف. شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءة في كتاب شعري المجعد، يعني قراءة فاحصة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة. شكرا لك. إذن مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود بعده لمتابعة ما تبقى من فقرات برنامج ضفاف، ابقوا معنا. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. ككل أربعاء نرصد لكم تفاعلات المثقفين مع مختلف القضايا، وهذا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. جولة هذا الأربعاء تقودنا فيها رانيا. إليك رانيا. شكرا لك خالد. اختتم مهرجان عنابة الدولي في الجزائر، مهرجان سينما البحر المتوسط، في دورة بعثت روحا سينمائية جديدة في بلد غابت عنه المهرجانات السينمائية لسنوات طويلة. أمور إيجابية عديدة، فرئاسة لجنة التحكيم كانت لصاحب السعفة الذهبية التركي نوري بيليه جيلانة، وسجل حضور جماهيري قياسي، وأقيمت ندوات وورش، وحضرت شخصيات سينمائية عربية ودولية. ولكن ورغم كل هذا، أثار مهرجان عنابة لسينما البحر المتوسط الكثير من الجدل هناك في الجزائر. الجدل طبعا سببه انتقادات لإدارة المهرجان بدعوة ممثلي لمسلسلات ومشاهير السوشيال ميديا على حساب وجوه سينمائية معروفة. وفي هذا الموضوع كتب الإعلامي والناقد السينمائي فيصل شيبانية منشورا قال فيها: حزنت كثيرا وأنا أقرأ ما كتبه صديقي البروفيسور أحمد شنيقي عن منعه من حضور ندوة حول الصناعة السينمائية في الجزائر تم تنظيمها على هامش مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي. واحد مثل البروفيسور شنيقي، وما أدراك من هو شنيقي، تواجده في حدث ثقافي يعد إضافة حقيقية وكبيرة، ولكن للأسف الظاهر بأنهم يجهلون من يكون الرجل. الممثل يوسف الصحيري ورغم دعوته انتقد أيضا إدارة المهرجان في منشور تساءل فيها: مهرجان عنابة للسينما مهرجان جزائري؟ وأضاف يوسف الصحيري في منشور آخر: لم أطرح هذا التساؤل لأنه لم تتم دعوتي، بل بالعكس، لو لم أكن من المدعوين لاعتبرت نفسي غير معني. ولكن أن تتم دعوتك لمهرجان في بلدك وتتم معاملتك معاملة القطيعة، وسأوضح في الأسباب في هذا المنشور، يوضح هنا طريقة الاتصال بالفنانين الجزائريين، فإما هي طريقة لتقليص قائمة المدعوين أو أن أغلب المدعوين هم من طالبوا وألحوا. الانتقادات مشاهدين طالت أيضا محافظة مهرجان عنابة بشكل مباشر، خصوصا عندما نشر المخرج الجزائري محمد حازورلي الذي يعد أحد رواد المخرجين في الجزائر ما بعد الاستقلال، نشر رسالة أبرز ما فيها إلى رئيس مهرجان عنابة السينمائي: كم كان عمرك عندما أخرج محمد حازورلي أول أفلامه السينمائية من إنتاج التلفزيون الجزائري السخاب سنة 1973،
ومثل الجزائر في مهرجان براغ الدولي. كم كان في عمرك عندما أخرج محمد حازورلي ثاني فيلم طويل الألم سنة 1975 عن مجازر من 8 مايو عام 1945، ليختم رسالته بالقول: أكتفي بهذا القدر وأترك تواجه ضميرك عفوا سيدي رئيس مهرجان عنابة. رئيس مهرجان عنابة الناقد السينمائي محمد علال كان رده دبلوماسيا، حيث نشر صورة سابقة له مع المخرج محمد حازورلي وكتب فيها: رد على رسالة الأخ محمد حازورلي مع تمنياتي له بالشفاء. تمنيت لو تذكرت كيف اتصلت بك لأوجه لك الدعوة وحديثنا عن تحضيرات الدورة الرابعة للمهرجان واعتذارك في الأخير عن الحضور بسبب ظروفك الصحية، كما أنني تمنيت لو أن الذي كتب بالنيابة عنك تلك الرسالة ووقعها لو راجع ضميره احتراما للحقيقة. الرجاء أن تعود لأرشيف الفيسبوك ففيه ما يكفي لإنعاش الذاكرة، ومرحبا بك كما كنت عزيزا على قلبي وستبقى. ونختم مشاهدينا بهذه الفقرة التي أعدها صانع المحتوى الأدبي محمد الأغضف ولد أحمد لبرنامج ضفاف، حلقة اليوم بعنوان: قبائل عربية تسمت بأسماء أمهاتها. لنتابع. 4 قبائل عربية تسمت بأسماء أمهاتها. اشتهرت قبائل عربية بأسماء أمهاتها، فمن تلك القبائل مثلا سلول، فبنو سلول تسموا باسم أمهم سلول بنت ذهل البكرية، وهي زوجة أبيهم مرة بن صعصعة. وسلول معروفون، هم المقصودون بقول السموئل: وإنا لقوم ما نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول. من القبائل التي تسمت بأسماء أمهاتها أيضا بنو قيلة، الذين هم الأوس والخزرج، تسموا باسم أمهم قيلة بنت الأرقم، وهي زوجة أبيهم حارثة بن ثعلبة الذي هو أبو الأوس والخزرج من الأزد. كما تعلمون قبائل السبأ تفرقت في الجزيرة بعد سيل العرب، فمنها من نزل يثرب وهم الأوس والخزرج هؤلاء، ومنها من نزل مكة وهم خزاعة، ومنها من نزل الشام وهم الغساسنة ملوك الشام، إلى غير ذلك من القبائل الأزدية التي فرقها سيل العرب. من القبائل العربية التي تسمت بأسماء أمهاتها أيضا خندف، فكل منتسب إلى إلياس بن مضر هو خندفي، لأن خندف هي زوجة إلياس. فمن هذه القبائل الخندفية قريش وبطونها، فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا هو خندفي لأنه من ولد إلياس بن مضر. من القبائل الخندفية أيضا تميم التي هي إحدى جماجم العرب، ومن القبائل الخندفية هذيل وبنو أسد وغيرهم. فكل هذه القبائل تسمت باسم أمها خندفة بنت عمران بن إلحاف بن قضاعة. أيضا من القبائل العربية التي تسمت بأسماء أمهاتها البرشاء، فبنو البرشاء تطلق على بني شيبان البكريين نسبة إلى أمهم البرشاء التغلبية زوجة أبيهم ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. ومن البرشاء هذه خرج بنو ذهل بن شيبان الذين كانوا خلقا كثيرا، وكانوا سواد بني بكر الأعظم في حرب البسوس. كما تعلمون بكر لم تحارب كلها تغلب، بل كان معظم من حارب هو من بني ذهل بن شيبان هؤلاء. واعتزلت قبائل بكرية أخرى كبني حنيفة وكيشكر وكبني ضبيعة وغيرهم. لطائف لغوية مع محمد الأغضف. كانت هذه مشاهدينا جولتنا ككل أربعاء عبر السوشيال ميديا، وإلى جولة أخرى مع الفعاليات على أرض الواقع على الأرض العربية. ضمان مكانة الموسيقى الكلاسيكية الجزائرية داخل الحيز الثقافي الوطني إلى جانب تلقين هذا التعبير الفني إلى الأجيال الصاعدة هو هدف ملتقى الموسيقى الكلاسيكية في الجزائر. هذا الملتقى خالد اتخذ عنوان عبد الكريم دالي البعد الفني والتاريخي الحضري، وقدم إلى جانب المحاضرات وصلات موسيقية كلاسيكية بمختلف موازينها وإيقاعاتها القديمة والحديثة، فكرة عن السهرة الافتتاحية في هذا التقرير. لنتابع. Thank you.
الدولي العلمي لشخصية رمزية للشيخ عبد الكريم دالي، البعد الفني والتاريخي الوطني. قلنا علاش لا، حبينا نديروا كما يقول لك ملتقيات علمية باش نبينوا ان الثقافة الجزائرية مميزة وعندها مثقفين ومحاضرين في هذا النمط الفني الجزائري، وبخصوصا الأغنية الكلاسيكية الجزائرية، ولا سيما ان الشيخ عبد الكريم دالي اعطاه كرس حياته في هذا النمط الفني. هو البعد الثقافي ولكن هو بعد علمي أيضا وأكاديمي. اليوم في هذا الملتقى رايحين نتكلموا على كل الجوانب الأكاديمية والعلمية للموسيقى الأندلسية، يعني نبتعد نوعا ما من الفولكلور ونقترب من دراسة هذا الموسيقى بعمق، وهذا الشيء اللي يعني كل السادة اللي والسادات اللي حضرونا محاضرات قيمة، وحنا كفنانين يعني متعطشين بهذا الشيء، لان هذا المحاضرات رايحين يزيدوا حاجه في عملنا احنا الشخصي كفنانين. كي نحافظ عليها الآن، أظن أنه الشباب أبدع. نجد مثلا كان الفن الأندلسي أو النوبة الأندلسية التي تتمثل في 24 نوبة التي أتت من الأندلس، وعندما أتت إلى بلدان المغرب العربي وبخصوص إلى الجزائر تلونت بالتقاليد وبالألوان الموسيقية الموجودة أنذاك، مثلا أسطنبيط الحوزي في القرن 17، العروبي في الجزائر العاصمة، المحجوز من جهة قسنطينة. يعني في الفن الأندلسي يوجد دائما تجديد في القصائد، في الآلة تانيت، عندنا تانيت في النوبات تاعنا، نحوسوا نديروا دائما ندخلوا الجديد عليها باش يقعد لنا دائما، نقعدوا نطوروا دائما في الأغنية الأندلسية. المدينة وذاكرة المكان عنوان ندوة أدبية ضمن مهرجان التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية في القاهرة، ندوة شارك فيها عدد من الكتاب والأدباء من بينهم كاتبان من فلسطين والسودان. في هذا الصدد رانيا، تحدث الكاتبان الفلسطيني إبراهيم نصر الله والسوداني حمور زيادة كل عن تجربته بين المدينة واللجوء. يبقى مشاهدينا السؤال المتداول، لا أدري إن كنت سأعود إلى مدينتي أم لا، ولكنني سأظل أكتب عنها. نتابع بعضا مما جاء في هذه الندوة بالقاهرة. احنا بنعمل تعاون مع الجامعة الأمريكية في جزء من المهرجان التحرير الثقافي، شاركنا معهم في البوك بازار، اخترنا فعاليات، جزء من الفعاليات الجامعة منظمة في المهرجان فعاليات كتيرة، احنا اخترنا جزء من الفعاليات كان الثيم الأساسي للفعاليات القاهرة. حاولنا ننوع في الموضوع، بنتكلم من ناحية الصحة النفسية، بنتكلم من ناحية الاقتصاد، بنتكلم من ناحية الرواية، بنتكلم بعلاقة الروائيين الغير مصريين بالقاهرة، فعملنا تنوع معهم لطيف ومبسوطين بالمشاركة والفعاليات. مهما تعايشت واندمجت في مجتمع وتعاملت معه باعتباره هو مجتمع، يعني أنا أعرف المجتمع المصري جيدا. بالنسبة لي أن يعني الأدب الناس تتعامل معه طبعا في كل الثقافات أنه نوع من الدواوين والتاريخ الاجتماعي، وهو بذات المقدار طبعا يلعب نفس الدور لتاريخ المدن، ليس فقط اجتماعيا ولكن حتى جغرافيا ومن ناحية المباني والنشاط السكاني وغيرها من التفاصيل. هذه في تقديري يستطيع الروائيون دائما أن يجيدوا تاريخها وتوصيفها وتوثيقها في الأعمال الأدبية بشكل يعني يمكن أن يصل إلى الناس أكثر من الأعمال الأكاديمية ذات الانضباط العالي وذات الجمود نوعا ما. كل هذه الكتابات هي محاولة لبناء الوطن بالنسبة لي في داخلي، يعني دائما
هناك ذاكرة بصرية في لدى الفلسطيني وهو يتحدث عن بيته، عن قريته، عن طريقه من البيت إلى الحقل أو طريقه من البيت إلى مدينة قريبة أو قرية قريبة. فدائما الصورة حقا يعني كانت تدهشني تماما لأنه فيها أدق التفاصيل تماما، يعني يتحدثون وكأنهم يعيدون رسم المشهد من جديد أو يصورون المشهد من جديد. وهذا جزء أنا أعتقد من بقاء أو إعادة بناء المدينة الفلسطينية والقرية الفلسطينية في ذهن الأجيال اللاحقة. كانت بالنسبة لي تجربة ثرية جداً أنا أسمع رؤيتهم لما تمر به المدن بتاعتهم، خصوصاً هما الاثنين كتاب مغتربين، فازاي ان هما من خلال المسافة اللي بياخدوها في المدن اللي هما بيغتربوا ليها في ان هما يكلموا عن المدن بتاعتهم، وازاي ان هما بيحاولوا يحموا مدنهم من المحو ومن النسيان. كانت ندوة سريعة جدا، وخاصة حديث إبراهيم نصر الله أما قال عندما تكتب عن مكان اكتب عنه بجودة عالية حتى لا يستطيعون تدميره مرة أخرى، وعندما تكتب عن شخص اكتب عنه بجودة حتى لا يستطيعون قتله أو موته مرة أخرى. يعني درس كبير جدا في تاريخ المدينة. لا يخفى علينا جميعا أن الفن يحمل في طياته العديد من الرسائل. في صميم الحرب المستعرة في السودان مشاهدين، يسعى سينمائيون سودانيون إلى لفت أنظار العالم بأسره إلى النزاع الدامي المتواصل في البلاد، وهذا من خلال مشاركاتهم في المهرجانات الخارجية. وقد شاركت 5 أفلام سودانية قصيرة في النسخة 8 من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والذي مثل فرصة للتعبير عن القضايا المسكوت عنها. كيف يرى بعض السينمائيين السودانيين مساهماتهم في التعريف بقضاياهم؟ في هذا التقرير التالي. يعني للأسف إنه مثلاً نقول إنه الحرب دي الحاجة الوحيدة ممكن نستفيد منها، إنه الناس تقدر تنتج حتى لو الإنتاج ده بيكون ضعيف، لأنه زي ما عارفين إنه الصناعة عموماً في السودان يعني ما عندنا الإمكانيات الكبيرة عشان نقدر ننتج أو يعني لصناعة السينما عموماً. الظرف صعب، بس هو عموما الانتاج السينمائي السوداني يعني هو وليد المعاناه اصلا. يعني كل الانتاجات السابقه سواء كان ستموت في العشرين او الانتاجات اللي قبلها او اللي بعدها كانت تحت ظل انظمه قمعيه، والان اصبح القمع اكبر. فانا ما اتوقع انها تتوقف، يعني في اجتهاد مننا احنا ومن ناس ثانيين انها ما تتوقفش، فخلينا نتمنى انها ما تتوقف. بهذا مشاهدينا نصل لختام حلقة اليوم من برنامجكم مثاب. شكرا لكم على المتابعة. شكرا وصول لك رانيا. شكرا لك خالد، كما أشكر كل مشاهدينا على متابعتكم لنا، وإلى اللقاء، دمتم بخير.